ماذا حمل لقاء الرئيس هادي بقيادات المؤتمر في القاهرة؟ هل يسعى الرئيس إلى لملمة الحزب وإعادته للواجهة السياسية؟ ما هي مصلحة بلد يخوض حربا ضد انقلاب عسكري أن نعيد للواجهة حزبا كان معظمه شريكا في هذا الانقلاب؟ أهلا بكم. التقى الرئيس هادي في العاصمة المصرية بالأمس قيادات حزب المؤتمر، وأحثهم على تناسي محطات الماضي والاصطفاف مع الشرعية ضد ميليشيا الحوثي من أجل الحفاظ على الجمهورية والوحدة والاتجاه نحو تحقيق مشروع الدولة الاتحادية. خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة حيلة المضطر بالنسبة لجناح مؤتمر صالح، خصوصا بعد أن دخلوا مرحلة التجمد السياسي بعد مقتله في ديسمبر الماضي. وكان الرئيس هادي قبل أيام قد أصدر قرارات لقيادات في حزب المؤتمر كانت مقربة من المخلوع صالح، منها حافظ معياد الذي عين مستشارا لرئيس الجمهورية. فهل هناك توجه إقليمي ودولي للملمة شتات المؤتمر وإعادته للواجهة السياسية؟ وكيف ستؤثر هذه الخطوة على مسار المعركة الدائرة في اليمن؟ في زيارته إلى القاهرة حمل الرئيس هادي أكثر من ملف، لم يقتصر الأمر على العلاقات الثنائية ولقائه بعبد الفتاح السيسي، لكن ثمة ملف يشغل هاجس الرئيس، وهو ترتيب البيت الداخلي لحزب المؤتمر كميراث سياسي تتجاذبه أطراف عديدة. يتموضع عدد من القيادات المؤتمرية في القاهرة برلمانيين ومؤتمريين كانوا ضمن الجهاز البيروقراطي للسلطة، وهو ما يفسر ظهور قيادات برفقة الرئيس في زيارته الأخيرة، في إشارة إلى أن شيئا ما يتم تحضيره. لا عناوين واضحة أو ملامح حول طبيعة اللقاء الرئاسي بقيادة المؤتمر في القاهرة، ولا مخرجات سياسية تذكر على الصعيد السياسي وطبيعة ما سيضيفه المؤتمر للحالة السياسية المساندة للشرعية والأزمة اليمنية بشكل عام. يرى مراقبون أن أكثر من معضلة سياسية تكتنف الحزب الذي ظل حاكما في اليمن بشكل علني منذ تحقيق الوحدة، وكان واجهة سياسية للحكم الفردي العائلي. وتكمن المعضلة في أن عددا من القيادات المؤتمرية لم تصحح خطأها السياسي المساند للانقلاب. السعي المستمر من قبل الرئيس هادي نحو المؤتمر كأداة سياسية لا يوجد تفسير مثمر له، كون الرئيس يستند على مظلة سياسية واسعة اسمها الشرعية ومكوناتها، إضافة إلى المرجعيات الأساسية والإسناد الدولي والإقليمي، دون توضيحات من الرئاسة والمؤتمريين في الشرعية لأهمية ذلك السعي السياسي. ولم يخلو لقاء القاهرة من الممهدات السياسية له، ومن بين تلك الممهدات القرارات الرئاسية التي أعادت وجوه النظام القديم إلى مفاصل الدولة، ومن بين تلك الوجوه شخصيات متورطة بجرائم وانتهاكات ضد شباب الثورة السلمية عام 2011. فما الذي ستضيفه لملمة المؤتمر بالنسبة للدولة اليمنية التي تعيش الشتات والتقويض؟ ولماذا لا يكون سعي الرئيس هادي للملمة الدولة خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن بذات السعي إلى لملمة حزب المؤتمر وشتاته الكبير بين صنعاء والرياض والقاهرة؟ إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن لقاء موسع بين الرئيس وقيادات المؤتمر كما تابعنا أستاذ نبيل، منهم شريحة كبيرة من جناح صالح، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ المؤتمر حزب كبير بطبيعة الحال، حزب سلطة، حزب حاكم كان إلى قبل سنوات ولا زال حتى الآن هو حزب حاكم، جزء كبير جدا من الشرعية الموجودة من رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، عديد من الوزارات لا زالت ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام، وبالتالي حزب المؤتمر حزب كبير. لكن الإشكالية أيضا أن حزب المؤتمر لم يعد ذلك الكتلة الواحدة التي كان عليها قبل سنوات من الآن، هو اليوم تشظى وتقسم إلى كنتونات وكيانات سياسية متصارعة، أو بمعنى آخر تعيش حالة خصومة سياسية إن صح التعبير. طبعا الكتلة الكبيرة الموجودة في القاهرة هي الكتلة الأقرب إلى الشرعية منها إلى أي شيء آخر، كتلة ممثلة بعدد من القيادات المؤتمرية كالشيخ سلطان البركاني، كالدكتور رشاد العليمي،
من حضر على رأسهم بالأمس في اجتماع القاهرة، لكن أيضا في جزء من الموجودين في القاهرة هو جزء ليس بكبير، هو جزء أيضا لا زال يرى بمعنى آخر أنه لا زال يعيش مظلومية صالح، ويرى يعني دعني من مظلومية صالح الأهم أستاذ نبيل، يعني أشخاص قبلوا بالانقلاب، وقفوا مع الانقلاب، ساندوا صالح في لحظة جنونه وإرادة سيطرة الحوثي على البلاد، ما الذي يمكن أن يعمله الرئيس هادي معهم؟ هل يعني مجرد طبعاً أن تقوم بكل هذه الكوارث بالنسبة للوطن وتأتي لتحاول فتح صفحة جديدة؟ حتى الآن ربما كثير من قيادات المؤتمر التي كانت مع صالح لم تعترف بالشرعية رسميا. يعني طبعا هو الاعتراف يأتي في إطار هو سياق آخر غير معلم، بحكم أنهم لا يتملون مناصب كبيرة في هذه المرحلة، أو بمعنى آخر أنهم خارج السلطة كأشخاص وليس كتيار ممثلين أيضا. لكن أيضا الجناح الذي نقول عنه أنه جناح متمرد أو جناح كان هو الشق الثاني للانقلاب في 21 سبتمبر أغسطس 2014، هذا الجناح هو الجناح الذي لا زال يركن إلى ما تركه صالح من ثقل سياسي، وما تركه صالح أيضا من أموال. هذا الجناح هو الذي لا زال يرى أنه هو الحق بوراثة صالح السياسية، وله الحق أيضا في أن يكون شريك على الأقل في هذه المرحلة وفي المستقبل. وبالتالي هذا الجناح أيضا نستطيع نقول نوصفه أنه جناح عائلة أو أسرة صالح. هذا الجناح الذي ممثل اليوم في قيادات موجودة في الإمارات، وقيادات أيضا موجودة مثلا نقول دعنا نقول في الساحل الغربي كطارق صالح ومن مع طارق صالح. لكن في حقيقة الأمر أيضا هذا الجناح ليس بذلك، لم يعد بذلك الحضور وبتلك التأثير الذي ممكن أن يصنع جناح متماسك. لما أنا باعتقادي الجناح الذي يلتف حول صالح حول هادي هو الجناح الأكبر في المؤتمر الشعبي العام. إذا ما هي المصلحة الوطنية برأيك من هذه الجهود، جهود الرئيس ورئيس الحكومة في من قبل طبعا احتواء بقايا المؤتمر بهذا الشكل ومحاولة ترتيب صفوفه، هل من مصلحة حقيقية تذكر؟ لا شك أنه أي توافق وأي التقاء للقوى الوطنية اليوم في هذا المأزق الذي تعيشه اليمن، يعني حروب وصراعات ودمار، هذا المأزق يتطلب وقوف كل القوى الوطنية بغض النظر عن الأخطاء السابقة التي وقعت فيها هذه القوى. بالأخير عمل السياسي هو عمل هو سلسلة تجارب قد تفشل وقد تنجح فيها، وكل القوى الوطنية كانت بطريقة أو ما كان لها دور ما في هذا الانقلاب. لكن يبقى الدور الأكبر والإثم الأكبر إن صح التعبير هو إثم صالح وجناح صالح، هؤلاء الذين سلموا الدولة في لحظة ما والذين تماهوا مع الانقلاب وكانوا جزءا أساسيا منه إلى لحظة الافتراق في 2 ديسمبر. وبالتالي اليوم أيضا المصلحة الوطنية تقتضي لأنه الإشكالية اليوم الصراع في اليمن هو صراع عميق وتاريخي، صراع بين مشروع وطني، مشروع اليمنيين ومشروع الإمامة الكهنوتية الزيدية السلالية. هذا المشروع يتطلب توحيد القوى وتوحيد الصفوف، لأنه أنا باعتقادي الإمامة لا تعود إلا حينما يتشتت اليمنيين. اليوم أنا باعتقادي أنه كفى تشتت، لم يعد هناك مجال، يعني ممكن نتصارع سياسيا نحن والمؤتمر الشعبي العام يعني أو تتصارع هذه الأحزاب فيما بينها كصراع سياسي، لكن حينما تستعيد الدولة وتستعيد الوطن. أما اليوم صراع سياسي وهم في المنافي، أنا باعتقادي هذا قمة المهانة والسخرية في الأمر. نعم، هناك من يقول بأن ربما هذه التحركات تأتي بإعاز من السعودية والإمارات، يعني ربما يجدون أنهم أفضل من الحوثي في نهاية الأمر ويمكن التعامل معهم، يعني عوضا عن أن ترث قوى التغيير أيضا الوضع المستقبلي. هناك مخاوف من هذه النقطة. طبعا المؤتمر من حظ المؤتمر أيضا أنه لم يحسب ضمن قوى ثورة التغيير، يعني وأنه لا زال يحسب في خانة الثورات أو الأنظمة التي انقلب عليها أو بمعنى آخر التي تم الثورة ضدها، وبالتالي لا زال يمتلكون هذه الحظوة من قبل الأخوة في الخليج ويعزفون عليها كثيرا من أجل العودة مجددا أو أن يعودوا وفق شروط هذه القوى. هذه ربما قد تكون من حسن حظ المؤتمر، لكن في حقيقة الأمر يعني نحن ليس لدينا إشكالية مع المؤتمر كحزب ومنظومة سياسية، نحن لدينا مشكلة مع المؤتمر أنه كان عبارة عن تابع لعلي عبد الله صالح، وكان أداة من أداة
تخريب اليمن وأداة من أداة إسقاط اليمن في هذا الانقلاب. أما اليوم وقد رحل صالح، أنا باعتقادي المؤتمر الشعبي العام مؤتمر نحن ننتظر هذا المؤتمر أن يكون حزبا وطنيا من خلال إعادة تشكيل هذا المؤتمر وفق. نعم، هل يمكن إعادة تشكيله وقد تحول إلى مجرد كنتونات كما تفضلت؟ يعني هذا الآن هذا الرهان، الآن هذا الرهان اليوم، هل يستطيع المؤتمر الشعبي العام فعلا أن يجتمع ويختار قيادة وطنية له؟ يعني الآن القيادة الوطنية، القيادة الحقيقية، قيادة هادي، قيادة بن داغر، قيادة البركاني، العليمي، هذه قيادات الآن تعتبر، لكن هذه القيادات أيضا في ظرف غير طبيعي. نحن نريدهم أن يكون هناك ظرف طبيعي، وهو اليوم ممكن ومتأتى لهم، وخاصة أن هناك رضا خليجي ورضا مصري عنهم كثير، أن يجتمعوا في أي عاصمة من العواصم ويختاروا قيادة تاريخية تمثلهم ويعودوا مرة أخرى كشركاء في عملية التحرير وسعادة الدولة وسعادة السلطة وإسقاط الانقلاب. هل هم عند هذا الحد من الجهوزية وعند هذا الحد من الحلم الوطني؟ ما فيش إشكالية مع أي يمني اليوم في أن يقف في وجه الانقلاب. الإشكالية في أن مع حتى ولو كان مع الانقلاب يوما ما، حتى ولو كان مع الانقلاب. العمل السياسي ليس عقيدة ولا وبراء، العمل السياسي مصالح. ما كان بالأمس سيئا ممكن أن يكون اليوم إيجابيا. نحن الآن بصدد إعادة تجميع القوى الوطنية، هذه القوى الوطنية التي يجب أن تصطف وفق برنامج وطني لإنقاذ البلاد وإخراج البلاد من هذا المأزق. أما إن ظلوا طبعا في جزء أيضا، حتى لا نكون كالأطرش في الزفة كما يقال، هناك جزء أيضا من المؤتمر الشعبي العام هم الذين خرجوا أيضا تحت يعني عصى انقلاب الحوثيين بعد أن قضوا على صالح، وخرجوا إلى العواصم العربية، إلى عمان وإلى القاهرة، وهم لا زالوا جزء من الانقلاب، ولكنهم يتسترون برداء أنهم مطلوبين من جماعة الحوثي وهم ينفذون أجندات لجماعة الحوثي، وهؤلاء معروفين ويعرفهم المؤتمريون جيدا. إذن يعني ماذا عن المجتمع الدولي؟ هناك يعني أخبار تقول بأن سفير الأمريكي جلس مع قيادة المؤتمر بالقاهرة وقال بأنكم لا وزن لكم إلا تحت الانضواء تحت شرعية هذه. هل يمكن أن يدفع الغرب مثلا بأمريكا بالمؤتمر للواجهة من جديد برأيك؟ طبعا المؤتمر لا يمتلك عصا سحرية كما قلنا. المؤتمر بالأخير كان حزب سلطة وحزب مال، اليوم لم يعد له، أو بمعنى آخر وبمعنى أصح أنه يعني الدولة التي كان يديرها المؤتمر اليوم دولة تم السيطرة عليها، وتورط المؤتمريون، جزء كبير جدا منهم تورطوا في هذا الانقلاب وتلطخت أيديهم بدماء وتلطخت أيديهم بمسؤوليات وفساد كبير يعني. لكن في حقيقة الأمر أيضا في جناح من المؤتمر لازال تعويل عليه، هذا الجناح هو الذي اختار لحظة الحقيقة وفارق المؤتمر وفارق صالح وفارق الأخطاء التي ارتكبت على امتداد المرحلة الانتقالية الحالية، وفروا إلى خارج صنعاء أو خارج اليمن، وكان لهم موقف منذ البداية رافض لهذا الانقلاب. أنا باعتقادي مثل هؤلاء لا نستطيع أن نقول لهم أنكم لستم جزء من هذا من القوى الوطنية وأنه لا يمكن أن نقبل بكم، هذا من الحماقة بمكان. أنا باعتقادي هؤلاء الذين كان لهم موقف في لحظة حرجة، هؤلاء الذين يجب أن نصطف معهم ونشد على أيديهم وندفعهم إلى أن يكونوا جزء من هذا الاصطفاف الوطني الذي نسعى لتحقيقه من أجل استقاط الانقلاب. نعم. إذن هناك أيضا من يقول بأنه ما الذي سيفيده لملمة حزب كان المسهل الأول للانقلاب، بعض قياداته لا زالوا مع الحوثي حتى اليوم كما قلت، يعني هل لا زال هناك قواعد شعبية مع المؤتمر ممكن أن يعني لم يصعبهم الحوثي بعد؟ ما هي المكاسب من وجودهم؟ كل هذه الأسئلة ربما يعني طبيعة الحال الحديث عن قواعد اجتماعية للمؤتمر الشعبي العام، فعلا يعني هناك قواعد اجتماعية طبعا، وهذه القواعد الاجتماعية لولاها لما نجح الانقلاب الحوثي. نعم. الانقلاب الحوثي لم ينجح عن طريق القواعد الشعبية للمؤتمر الشعبي العام، وهي التي أتتها أوامر، وطبعا بطبيعة الحال قواعد المؤتمر الشعبي العام لم تكن قواعد بسيطة وعادية، هذه القواعد كانت كلها تمسك الجهاز الإداري للدولة، سواء الجهاز المدني أو الجهاز الأمني أو الجهاز العسكري أو أيضا حتى ما يسمى بالسلطة المحلية. نعم. والمجالس المحلية، هؤلاء كانوا كلهم مؤتمر شعبي العام. حينما أتت الميليشيات الانقلابية وحدث الانقلاب هم الذين رحبوا والذين سهلوا مهمة الحوثيين في هذه المحافظات، وبالتالي اليوم هذا أنا باعتقادي بعد مقتل صالح أنه جزء منهم وهم الذين كانوا يعني كان لهم يعني ولاء شديد لصالح ربما انصدموا بهذه النهاية، وربما
أعلنوا توبتهم، أو بمعنى آخر أنهم قادر يعني في إمكانية في أن يخرجوا من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، بس فقط يريدون أفق للعمل. وفي جزء منهم انخرطوا ضمن جماعة الحوثي وأصبحوا جزء من التكوين العقائدي والمذهبي لجماعة الحوثي. وهؤلاء الذين كانوا متسربين ضمن ما يسمى بالهاشمية السياسية ومعروفين جدا أيضا، والذين حولوا في ليلة وضحاها ألقابهم واستعادوا ألقابهم القديمة ما قبل ألقاب 26 سبتمبر 62، وكانوا يديرون المشهد في كما رأينا في محافظة إب وفي غيرها من المحافظات بمحافظة حقة. هؤلاء اليوم جزء من المشروع الانقلابي السلالي وجزء من الهاشمية السياسية الذين يشتغلوا كمنيسترين وكحكام جدد لهذه المرحلة. وبالتالي يعني المؤتمر الشعبي العام، قواعد المؤتمر الشعبي العام التي عندها قابلية واستعداد اليوم وأكاد أجزم أنه شريحة كبيرة جدا منهم لا يمكن أن يقبلوا بوجود مثل مثل هذا الانقلاب، وخاصة حينما يقارنوا أين كانوا وأين أصبحوا. يعني من الزاوية المصلحية البرغماتية الخاصة والفردية لا يمكن أن يقبلوا. فكيف على المستوى الوطني يعني أنه تأتي عصابة ناس لا غير متعلمين كانوا أصحاب سوابق وأصحاب سجون وكانوا فاشلين دراسيا وحياتيا، وبالأخير اليوم يتسيدون المشهد ويشرفون على كل أداء الدولة ومؤسساتها. يعني هذا يعني بالمنطق البسيط المجرد لا يمكن أحد أن يقبل، لا يوجد إنسان يعني عنده مقدار ذرة من الضمير والمسؤولية والإنسانية أنه يقبل بوجود مثل هذا العبث والخلل الموجود. نعم، إذن يعني قبل أن نستكمل حديثنا سينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز المجيدي المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز مساء الخير. هل ما زال معنا الأستاذ عبد العزيز؟ مساء الخير أستاذ عبد العزيز. إذن إلى أن نستعيد الاتصال بالسيد عبد العزيز المجيدي استكمل معك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما هناك خطوات يقوم بها رئيس هادي تستغرب نوعا ما، مثل قرار تعيين هادي قرار تعيينه لحافظ معياد مستشار له ورئيس اللجنة الاقتصادية أيضا. يعني هناك من يقول ألا تعد هذه خيانة للثورة ولشبابها الذين هم الآن عمود الجيش الوطني الذي يحمي أساسا بقاء هادي، لماذا يعمد هادي خلق أوراق المعركة بهذا الشكل؟ طبعا بغض النظر عن يعني عن موقف شباب الثورة من هؤلاء من هذه الشخصيات التي تورطت فعلا بالدم وكانت جهاز مالي للميليشيات الانقلابية والميليشيات الممول للساحات المضادة. نعم، بغض النظر عن هذا السياق، أنا باعتقادي أنه رجل كان مسؤولا في النظام السابق وسجل حافل بالفساد والإخفاقات والفشل. من المعيب اليوم أن تأتي بشخص هذا كل ما لديه، هذا كل تاريخه، أنه فاسد وفهلوي ولص وبلطجي، وتعيده إلى المشهد مهما كان المبررات التي ممكن أن تطرحها، لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل به. يعني مثل شخصية مثل حافظ معياد، ما هو تاريخ حافظ معياد؟ يعني الرجل كان يعيش وصنع مجدا مزيفا من قبل بشرائه المجموعة من الصحفيين الذين كانوا يلمعوا نجاحات بنك كاك بنك والشركة التي كان يديرها. يعني إيش هو الإنجاز الذي أنجزه هذا الرجل؟ رجل يعني رصيده حافل بالفساد وعليه الكثير من علامات الاستفهام، وتأتي في ظرف كهذا وتدفع به إلى السلطة. أنا أعتقد أنه في نوع من العبث يتم في المشهد، في دراما سوداء تتم في خفايا المشهد اليمني. ما يعني نعم، أعود إليك عند هذه النقطة، ولكن بعد أن نرحب بعودة الأستاذ عبد العزيز المجيدي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك. في أي سياق يمكن لنا قراءة لقاء الرئيس هادي بقيادات المؤتمر في القاهرة، وأيضا حديثي عن رص الصفوف ووحدة اليمن الاتحادي وما إلى ذلك؟ بحسب المعلومة المتوافرة كان اللقاء تقف خلفه مساعي لمحاولة لملمة صف حزب المؤتمر، وتحديدا ربما كان يستهدف جمع الكثير من اتباع علي عبد الله صالح الذين كانوا في صف الانقلاب.
الاجتماع ضم مجموعة من القيادات التي فرت بعد مقتل صالح في ديسمبر الفائت، وكان هناك يبدو بعض القيادات التي رفضت المشاركة في اللقاء كما قيل، وهي مجموعة يبدو ذات صلة وارتباط بمجموعة أبو ظبي، مجموعة أحمد علي عبد الله صالح. كان هناك حديث عن تغيب مثلا يحيى دويد وكحلان مجاهد أبو شوارب، بالإضافة تقريبا إلى كان هناك يبدو كان حمود الصوفي موجود في القاهرة، لكن على ما يبدو بعض المعلومات تحدثت عن أنه استبق زيارة هذه إلى القاهرة وسافر إلى أبو ظبي. على كل حال هناك محاولة للملمة صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام، وكما قيل من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس هادي كانت ذات نبرة تصالحية وتحاول لملمة صف الحزب وطي صفحة الماضي كما قيل. يعني أليس مستغربا أو مستهجنا أستاذ عبد العزيز يعني أن هادي هو من يطلب نسيان الماضي وهذا التصالح؟ أليس يفترض أنه العكس الذي يحدث؟ يعني وهناك أيضا قيادات لم تحضر، لم ترغب بالمشاركة، يعني ألا يبدو الأمر هزليا نوعا ما؟ المشهد برمته في اليمن هو مشهد هزلي. الرئيس خلال المرحلة الماضية أضعف نفسه وأضعف الكثير من المؤسسات المفترضة التي كان يجب أن تكون هي الفاعلة في التعامل في مع التحالف العربي وأيضا في إدارة المشهد اليمني بشكل عام. من المفترض أن المجموعة التي كانت رفقة علي عبد الله صالح وشاركته التآمر والانقلاب على السلطة الشرعية هي التي تقدم الاعتذار وتسعى إلى التصالح مع هادي باعتباره هو الرئيس الشرعي، وبنفس الوقت ثبت من خلال ممارسات ومن خلال الواقع بأن هذه القيادات تقول بأنها وقعت في فخ كبير عندما تحالفت مع الحوثي وشاركت في الانقلاب، لكن ما يحدث هو العكس. هناك الرئيس يبدو يعني ربما تكون هناك ضغوطات إقليمية على ما يبدو من أجل محاولة لملمة صفوف المؤتمر الشعبي العام، ويبدو أن هناك أيضا ربما ترتيبات من أجل إعادة عائلة صالح إلى واجهة مشهد المؤتمر الشعبي العام نفسه، وبالتالي المسألة متعددة الأبعاد، وهناك ربما تأثير إقليمي ومطالب إقليمية لهذا الاتجاه. مع ذلك يبدو أن هذا المسعى فشل إلى حد ما في لملمة هذه الصفوف، رغم أن هناك وكان هناك بحسب بعض المعلومات كان هناك مع بدء الترتيبات لاستقبال هادي كان هناك ربما رفض من بعض حتى الشخصيات المحسوبة أو التي قبلت بأن تكون ضمن الشرعية مثل الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام، كان هناك رفض للقاء بهادي كرئيس المؤتمر الشعبي العام بحسب بعض المعلومات، فقد قال الرجل بأنه بالإمكان اللقاء مع هادي باعتباره رئيسا شرعيا، لكن باعتباره لن يكون هناك لقاء باعتباره رئيسا للمؤتمر الشعبي العام. وثم لاحقا كان هناك مسعى كما قيل أيضا من الدكتور رشاد العليمي وهو من ضمن القيادات التي المصطفى مع عبد الرب منصور هادي في المؤتمر لإقناع البركاني بالانضمام لاحقا إلى اللقاء الذي اقتصر على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى الشخصيات التي فرت من صنعاء بعد مقتل علي صالح، بينهم طبعا أعضاء في مجلس النواب. نعم، إذا أستاذ عبد العزيز يعني هناك من يقول بأن الشرعية أصلا لم تثبت نفسها في عدن والمناطق المحررة حتى الآن، كيف يمكن إذا استعانت برجال صالح المعروف بفسادهم وبعدم وطنيتهم بذلك الشكل الوضع هو يبدو بصورة أسوأ، هل سيصبح رجال صالح هم الحامل السياسي القادم، هم المنقذ لمأساة الشعب اليمني؟ في الواقع هناك أكثر من سؤال بهذا الصدد. السؤال المهم، هل ما زال لدى هذه المجموعة ما تقدمه على مستوى الأرض في تغيير المعادلة على فيما يتعلق بالجبهة المواجهة للانقلاب؟
وبنفس الوقت هذه الشخصيات التي يتم استقطابها ومحاولة لملمة صفوف المؤتمر وإعادتهم إلى المشهد، هل هم أيضا بالقدر الذي يمكن أن يعول عليهم من أجل التأثير على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين من حيث لملمة صفوف قواعد المؤتمر وقياداته الموجودة في تلك المناطق؟ بالتأكيد هناك أسئلة كثيرة بهذا الشأن، وأعتقد واستفهامات، ولا أحد يستطيع الإجابة على هذه الأمور، لأنه من الواضح أن هذه القيادة لو كان لديها ما تفعله لكانت أصلا وفعلت شيئا بجوار علي عبد الله صالح، وهو ما عليه بما كان عليه من قوات عسكرية وتأثير في مراكز الدولة. ومع هذا هذه القيادات بمجرد مقتل الرجل تبخرت ولم يعد لها حضور، فقط المسألة متعلقة بسياسات إقليمية من نوع ما تحاول إعادة بناء مركز المؤتمر الشعبي العام، وهي توجه على ما يبدو أن يكون هذا المؤتمر بقيادة عائلة صالح والمجموعة النافذة التي تنتمي للنظام القديم، النظام القديم القسم الأكبر منه المتورط في الانقلاب، وليس أيضا حتى الأشخاص المحسوبين على الشرعية والذين واجهوا الانقلاب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف. وإذا اسمح لنا أستاذ نبيل أنت أستاذ المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل. استاذ نبيل، يعني ما هي مخاطر الخطوات التي يقوم بها هادي مثل تعيين بعض رجالات صالح السابقين؟ يعني هناك من يقول هذا النظام صالح الذي قامت ضده الثوره، هذا النظام صالح الذي سفكت لاجل ازاله الدماء، هل يمكن ان يكون هؤلاء هم من يتم اعدادهم لما بعد مرحله الحوثي، وكأن شيئا لم يكن، لم تقم ثورة، لم تقم حرب، لم يقم انقلاب؟ طبعا الخوف أنه جزء من هذا المشهد الذي نراه اليوم، إعادة رجال صالح المشهد، هو نوع من محاولة هادي شراء الرضا الخليجي. هذا الاحتمال سيكون كارثي في حال ما كان في تفكير بهذه الطريقة للتقرب من الخليج عن طريق إعادة نظام إنتاج نظام صالح. طبعا ايضا هذه الطريقه هي الطريقه الخاطئه التي لا يمكن ان ياتي عن طريقها اي طمأنه لهادي من امكانيه الاستغناء عنه مستقبلا، بالنظر الى انه كل هذه الادوات التي تركها صالح هي بالاخير اداه من ادوات اسره صالح التي تريد ان ترث صالح سياسيا. لم تكتفي بوراثه صالح ماليا واجتماعيا، هي تريد ان ترثه سياسيا في مفارقة غريبة في 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 دولة جمهورية يفترض أن ترث هذه، أن تكتفي بالإرث المعروف وهو المال والعقارات، وليس ترث يعني مشوار سياسي طويل كرئيس جمهورية لمدى 3 قرون. وبالتالي أنا باعتقادي مثل هذا التصرف، يعني طبعا أنا أحتمله وليست معلومات وتحليل، يعني سيكون كارثي ليس فقط على المستوى الشعبي وعلى ردة الفعل الشعبية، إنما على مستوى أيضا هادي وطموحاته السياسية أيضا كرئيس يفترض أن يكون له أدواته الجديدة التي على أنقاض أدوات النظام صالح، وشريطة أن لا تكون هذه الأدوات هي من أنقاض هذاك النظام السابق، لأنها بالأخير ستظل تعمل وتستعيد كل ميراث وتراث النظام السابق وكل مساوئه وكل سياساته العبثية والخطأ. إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي العبسي الباحث السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ علي. هناك من يقرأ لقاء الرئيس هادي بجزء من قيادات المؤتمر
جناح صالح بأن وراءه أجندة إقليمية ودولية لمحاولة إعادة وجود نظام صالح إلى الواجهة. أنا لا أعتقد ذلك، يعني أعتقد أن الحاجة هي حاجة محلية أولا بالنسبة للرئيس هادي ولحكومته الشرعية. الرئيس هادي الآن لا يجد له قطاعا شرعيا في اليمن، لا يجد لديه رافعة شعبية أو نوع من القدرة على التأثير على الشارع، لأنه لا يعتمد على تحالفه أو علاقاته الشخصية مع أشخاص ورموز في الساحة اليمنية. وهل تحالفه مع بقايا المؤتمر هو من سيعطيه القاعدة الشعبية أو الغطاء الشعبي؟ يعني ألم يكن تأسيس وجوده في المناطق المحررة هو من سيعطيه هذه القاعدة الشعبية عوضا عن الذهاب للملمة رجال صالح؟ لا يمكنك أن تحصلي على قاعدة شعبية هكذا لمجرد أنك زعيم لديه كاريزما، والرئيس هادي هو أبعد ما يكون عن الزعيم الذي يمتلك كاريزما، يعني هو بحاجة إلى أدوات سياسية لحشد تأييد الشعبي، والأدوات السياسية للقدرة على التأثير على الشارع، وهذه الأدوات السياسية لابد أن تكون أدوات حزبية، يعني حزب سياسي ما. وللأسف الشديد الحزب اللي تحالف مع الرئيس هادي لم تقدم له هذه الأداة المناسبة، أو هي قدمتها مقابل ثمن. الثمن كان مطلوب من الرئيس هادي دائما ان يقدم ثمنا لهذه الخدمات التي تقدمها هذه الاحزاب، وهو يريد ان يشرعن وجوده ايضا ويشرعن مستقبله السياسي ايضا في اليمن من خلال. وماذا عن مستقبل اليمن استاذ، يعني استاذ الدكتور علي عفوا، يعني ماذا عن مستقبل اليمن؟ هو يبحث عن مستقبله السياسي، ولكن مستقبل اليمن هل يعود نظام صالح الى الواجهه؟ هذا هو المستقبل الذي يريده؟ دعينا اولا ان نتفق على تعريف نظام صالح. نظام صالح كان مرتبط به شخصيا، يعني لم يكن نظاما بمعنى النظام الذي تديره مؤسسات او ادوات سياسيه، هو كان نظام معتمد على العلاقات الشخصيه، على التحالفات الشخصيه التي يعقدها الرئيس صالح والرئيس السابق صالح مع القوى الاجتماعيه والسياسيه والعسكريه ورجال الاعمال. فلذلك لا يمكننا ان نتحدث عن مؤتمر شعبي الان باعتبار انه نظام صالح، لا هذا لا يتسق ايضا مع الواقع ومع كان موجودا. لم يكن المؤتمر الشعبي الان يحكم فعليا، الحزب كحزب سياسي وكجماعه لم يكن يحكم، من كان يحكم ويدير الدوله كانت اجهزه صالح الامنيه وتحالفاته القبليه وتحالفاته العسكريه وتحالفاته مع رجال الاعمال، هذا من كان يدير الدوله. وكيف يمكن ان نصنف هؤلاء؟ يعني هم كانوا ايضا لديهم وجود بجانب صالح خاصة بالانقلاب، لم يكن لديهم موقف حقيقي ينتمي للوطن، هل يمكن غفران كل ذلك لأجل فقط أن نبحث عن غطاء شرعي لهادي؟ نحن أمام الآن نحن أمام قضية مستقبل اليمن، هل نستطيع أن نبني مستقبل اليمن هكذا بإلغاء أي طرف سياسي؟ نعم، المؤتمر الشعبي أمامه شخصيات كثيرة أجرمت في حق اليمن وأجرمت في حق الشعب اليمني، ولكن من لم يجرم؟ دعينا نرى الحكم، المؤتمر الشعبي العام يمتد لاكثر من 36 عاما، هذه تقريبا جيل ونصف من الشعب اليمني، هذه ليست منذ امس، هذا الحزب ليس منذ امس، هذا الحزب لديه جماهير موجوده، لديه نخب كانت تحكم وكانت موجوده في الساحه، لديه ايضا شخصيات قبليه محسوبه عليه، هذا كله اين سنذهب به؟ هل نكرر تجربه اجتثاث حزب البعث في العراق ونرى ونجرب في اليمن ذلك؟ نحن بحاجه الى كل القوى السياسيه الموجوده في اليمن، نحن بحاجه الى مصالح وطنيه. ثم دعيني نسال، اذا كانت الحكومه الشرعيه وحتى القوى الدوليه ترى انها مستعده للقبول بجلوس الحوثي وضمان وجوده السياسي ومشاركته في الحياه السياسيه في المستقبل، وهذا ما يقدم له من عرض، كيف لا نقدم هذا العرض الى المؤتمر الشعبي العام؟ واين ستذهب قواعد هذا الحزب؟ واين ستذهب النخب التي تمثل هذا الحزب؟ هذا الحزب ظل 36 عام في الحكم، لقد تكونت شخصيات وتكونت نخب سياسيه كثيره جدا. ثم الرئيس هادي نفسه ايضا كان محسوب على الحزب. القيادات الشرعيه الان اغلبها كان محسوب على الحزب. هناك قيادات سياسيه ايضا ما تزال موجوده في الحكم، ما زالت مرتبطه ايضا بالحزب. اذا لا يمكننا ببساطه الغاء هذا الحزب او ان ننتقد محاوله الرئيس لاستعاده هذا الحزب. نعم، اذا اشرح لي دكتور، يعني ما الذي يمكن ان يقدمه هؤلاء الاشخاص الذين التقى بهم هادي اذا كان بعض رجال المؤتمر لم يقبلوا او لم يتنازلوا لقاء رئيس هادي كونه رئيس المؤتمر، لم يعترفوا ب يعني شرعيته بعد، ما زال لديهم اوراقهم المرتبطه بالخليج، فما الذي يمكن ان يقدمه
أشخاص ينضوون تحت المؤتمر أو شتات يعني يمثلون شتات حقيقي للمؤتمر؟ الشخصيات التي رفضت الدخول في المصالحة وقبول دعوة الرئيس هذه هي شخصيات مكتفية بذاتها، هذه شخصيات عبارة عن زعامات قبلية أو أشخاص لديهم علاقاتهم في المجتمع الأمني أو رجال أعمال لا يعنيهم هذه وليسوا بحاجة إليه للعودة إلى الحكم، هم موجودون في مناطقهم ولديهم نفوذهم الخاص وليسوا مهتمين باستعادة نفوذهم عن طريق الرئيس هادي أو عن طريق الحكومة الشرعية. لكن الباقيين بقية القوى السياسية علينا نعترف أن هؤلاء كانوا رجال تقنقرات في الدولة، هؤلاء كانوا رجال دولة حتى لو كانوا فاسدين، ودعيني نسأل من هو ليس الفاسد الآن حتى في الحكومة الشرعية، هؤلاء نعم كانوا فاسدين ولكنهم كانوا رجال دولة، هذا هو دور الدولة اليمنية خلال تقريبا 40 عاما، الدولة ما زال بحاجة إليهم، نحن لا نستطيع أن ننكر دورهم وتأثيرهم وإمكانية الاستفادة منهم. هذه مسائل اعتقد ان الرئيس ضعها في باله، وحتى الان الموجودين في الحكم الموجودين الان الى جانب الرئيس هادي كلهم جميعهم بدون استثناء كانوا منضمين في المؤتمر الشعبي العام او حلفاء المؤتمر الشعبي العام، لماذا هؤلاء او هذه الدفعه اذا ما كانت ستقبل بعوده الشرعيه وستقبل بشرعيه سوريا وستقبل بالرئيس هادي، لماذا لا نعيدهم الى صف الشرعيه؟ لماذا لا نبني تحالف وطني واسع؟ لماذا نلغي هؤلاء فقط لمجرد مواقف سابقه؟ نحن نريد بناء وطن، نحن نرى إلى المستقبل، الماضي هذا إذا أردنا المحاسبة واستخدام الماضي في واستخدام معايير الحاضر في المحاسبة على سلوكيات في الماضي فلا يوجد أحد فوق المحاسبة، من الرئيس هذه إلى أصغر مسؤول، كلهم كانوا مشاركين في الجرائم التي ارتكبت في حق اليمن، في الفساد الذي حكم اليمن طوال الفترة الماضية، في الوضع الذي وصلنا إليه، نحن الآن بحاجة إلى مصالحة وطنية، نحن بحاجة إلى رؤية المستقبل. نحن الآن اليمن غير قادر على تحمل تكاليف إلغاء حزب سياسي بحجم المؤتمر الشعبي العام، اتفقنا معه واختلفنا معه، هذا الحزب كان موجود لديه أعضاء ولديه نخب سياسية شاركت في المؤتمر، والمؤتمر نفسه أنتج نخب سياسية خلال الفترة الطويلة التي حكم بها، هذه النخب أين سنذهب بها؟ لا يمكننا تجاهلهم ورميهم في العراء فقط، لأنه هذا تركهم في العراء أو رميهم هكذا بدون دور سوف يؤدي إلى أن تستثمرهم قوة أخرى، سواء كانت قوة داخلية شريرة أو مثل الحوثي وغيرهم أو تحالفات أخرى أو قوى إقليمية ستستخدمهم في زعزعة استقرار الدولة المستقبل وفي الوقوف أمام مشروع الدولة الاتحادية. إذا أليس من الأفضل أن نستقطب هؤلاء النخب وأن نعيدهم إلى صف الشرعية؟ نعم المسألة ليست بسهولة ذلك، نعم المسألة فيها مسائل مثيرة للمشاعر، هناك جرائم ارتكبت في حق اليمن، ولكن علينا ان نفكر بالمستقبل، لا يمكننا فقط ان نظر الى الماضي. نعم، اذا هناك من يقرا دكتور علي ان هذا اللقاء جاء في سياق محاوله هذه لارضاء الخليج بغطاء جديد بواجهه جديده، يعني ربما ليكسب بعض النقاط لصالحه في هذه المعركه، ما رايك؟ اعتقد ان دول الخليج ليست تلك الدول التي تدعم الاحزاب السياسيه، لا 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 اعتقد ذلك، التفكير أو العقلية أو الذهنية الصحراوية البدوية لا ترى في الأحزاب السياسية أداة مناسبة لعقد التحالفات، هي ترى عقد التحالف من خلال سواء الصلة العشائرية أو القبلية أو صلة المصاهرة أو العلاقة الزبائنية بشراء خدمات أشخاص معينين مقابل مبالغ مالية، لا ترى في الأحزاب السياسية أداة مناسبة للحكم في أي بلد كان في اليمن أو في دول الخليج، فأعتقد أن هذا الجهد هو جهد سياسي بالدرجة الأولى من الرئيس هادي ومن الرجال الذين حوله ومن الحكومة الشرعية لتقوية ودعم الجبهة الداخلية وتقوية الشرعية في مواجهة أولا دول الخليج هذه، وثانيا في مواجهة الحوثيين، وثالثا في مواجهة المجتمع الدولي. أنت الحكومة الشرعية الآن في اليمن من تمثل؟ ماذا نستطيع ماذا تستطيع تواجه العالم؟ هي ليس لديها وجود في الشارع فعلا، مع الأسف هذا يجب أن نعترف به، أن الحكومة الشرعية والرئيس هذه ليس لديه وجود في الشارع وليس لديه تأثير في الشارع، لأنه لا يملك هذه الأدوات، هو بحاجة إلى أداة سياسية للتنفيذ للحصول على هذا النفوذ والتأثير على الشارع، ولا توجد أمامه أداة غير أداة المؤتمر الشعبي العام. نعم المؤتمر شارك في 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 فساد في الفساد الذي جرى في اليمن، شارك في فساد الحياة السياسية، شارك في فساد كل مناحي الحياة في اليمن، ولكن نحن الآن أمام مرحلة جديدة، ما نراه اليوم وما نعيشه اليوم في اليمن هي معركة حياة أو موت مع الحوثيين، المعركة مع الحوثيين ليست معركة عادية، هي معركة حياة أو موت، وعلينا أن نستثمر كل الأدوات الممكنة للانتصار في هذه المعركة، وأعتقد أن المؤتمر الشعبي العام قد يكون أحد هذه الأدوات.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ نبيل. يجد الدكتور علي كما استمعت أن ربما يكون هذا اللقاء والتمسك بهؤلاء الأشخاص المنضوين تحت المؤتمر بأنهم أحد الأدوات السياسية التي يمكن من خلالها مواجهة الحوثي، والشرعية بحاجة فعليا لغطاء شرعي وقاعدة جماهيرية لم يتمكن من الحصول عليها خلال الفترة الماضية. ما رأيك؟ لا شك مثل هذا الطرح أنا أقدر أتفق معه، وهو الذي سبق وأن تحدثت حول هذا المسار، أنه يعني نحن في مأزق وطني حقيقي. هذا المأزق يتطلب جهود الجميع، حتى الذين قلت أنهم كانوا جزء من الفشل السابق أو من الكارثة السابقة، لكن اليوم وجدوا أنهم وقعوا في مأزق كبير، وعليهم اليوم العودة إلى مربع الحكومة الشرعية وإلى مربع الاعتراف بأهمية وجود ممثل لهذه الشرعية مثلا بالرئيس هادي. أنا باعتقادي هذا المأزق اليوم، يعني معركة المستقبل تتطلب كل هذه الجهود. المأزق اليوم هو الاستمرار في نفس الأساليب وبنفس الأدوات أو نفس المواقف السابقة التي لا تتحول ولا تتبدل رغم التحولات الهائلة التي حصلت على امتداد هذه الفترة البسيطة منذ أحداث ديسمبر التي حصلت في صنعاء إلى الآن. يعني تحولات شاسعة في ومشهور عن البيئة السياسية اليمنية أنها السياسة تتحرك على رمال متحركة أو تمشي على رمال متحركة، ليس هناك ثوابت في التحالفات السياسية، ليس فقط في البديهيات السياسية وإنما أيضا حتى في المجتمع السياسي اليمني. أيضا اليمنيون تحالفاتهم عجيبة وسريعة ومتغيرة ومتبدلة لحظيا كسحاب الصيف أو كسحاب الصيف يعني. وبالتالي اليوم أيضا أنا باعتقادي أن كل هذه التحولات التي حصلت وهي في الأخير الهدف الرئيسي منها هو استعادة البلاد، لأن البلاد دخلت إلى مأزق كبير. نعم، هناك من يتحدث أستاذ النبيل يعني أنه يجد أن أداء هادي يعني دائما يأتي صادما أيضا، يعني الوضع البلد غير مستقر، الحكومة أو المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عمليا لا تسيطر عليها، تعزو ما يحدث فيها خلال هذه الأيام، وأقصى ما قام به هو تشكيل لجنة ثم يذهب فقط للقاء يعني بقايا المؤتمر هناك. لم يكن من الأولى تثبيت أركان الدولة فعليا، اتخاذ قرارات حقيقية، حتى يعني نجد أن الخطوة التي قام بها هي إحدى الخطوات أو الأعمال التي يقوم بها، لكن أن يظل هادئا وساكتا ودون أي حراك فقط يصحو حين يذهب للقاء أعضاء المؤتمر، ليس أمرا مستحيلا. هذه من الملاحظات الدائمة التي دائما ما تقال، يعني أنه تحرك الحكومة الشرعية تحرك سلحفائي يعني بطيء جدا، الأحداث نفسها تسبق هذا التحرك. وبالتالي حينما يعني مراحل تحول خطيرة، لا تريد من السياسي ذلك السلحفائي الذي يمضي ببطء، هي تريد قائد سياسي يسبق هذه التحولات، يسبق حركة التاريخ، يسبق حركة التحول اللحظي الذي تمضي عليه الأحداث فيه. لكن للأسف هذا غير موجود. يعني طبعا أنا في هذه النقطة بالذات هذا أنا باعتقادي اللوم لا يلقى على كاهل الرئيس هادي، اللوم يلقى على كل النخبة السياسية التي جنب هادي. أنا باعتقادي أكبر يعني مجامع استشارية في تاريخ الحالة اليمنية جنب هادي اليوم، تقريبا 25 مستشار ويمثلون كل ألوان الطيف السياسي والقبلي والديني والديموغرافي. ما الذي يقدمونه فعلا يعني؟ يعني هؤلاء يعني ماذا يفعلون هؤلاء الناس؟ يعني مش معقول انه انا مستشار في رئاسة الجمهورية واستلم راتب كبير وامتيازات كبيرة واذهب واروح على حساب الدولة وبالاخير انا نايم. يعني اذا كان في تقصير من اداء الحكومة او من الاداء الرئاسي او من الاداء، لكن في دوائر تلحق يعني دائرة الاستشارات على مستوى رئاسة الجمهورية او حتى على مستوى رئاسة الوزراء، يعني كم صدرت قرارات بمستشارين طوال السنتين او ثلاث سنوات؟ كل هؤلاء ايضا اين هم؟ يفترض انه يعني ايضا لا نكتفي في الدائره المحيطه بالاداء الرئاسي، الدائره الحزبيه، دائره الاحزاب، يعني هذه الاحزاب يعني اذا لم يكن لها دور في هذه المرحله متى سيكون دورها؟ يعني هذه الاحزاب هي جزء من المصيبه التي وقعنا فيها. صحيح. وبالتالي انا باعتقادي اليوم انه يعني كثره الجدل وكثره الحديث وكثره دون وجود فعل حقيقي، هذا ليس في صالحنا ولا في صالح سعاده الدوله ولا في صالح احد بغير بقدر ما هو في صالح الميليشيا الانقلابية التي اليوم تتغذى ويطول وجودها بفعل يعني
فشلنا وعدم قدرتنا على الحركة والعمل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.